هبدأ بسؤال الأستاذ أسامة من المغرب. الشيخ عصام كان بيقول: تعرفت على فتاة بنية الزواج، وبعد خطبتها اكتشفت أن زوج أختها يزرع في أرضه نبات الحشيش، فهل هذا جائز؟ ومن حسن اختيار الزوجة والعائلة، وهل لا حرج؟ الحشيش ولا الخطبة؟ الموضوع بتاعه كخطبة. سألنا على الحشيش. لا احنا منا ومن الحشيش. استغرب يعني سألنا على الجائزة جائزة ام لا؟ وهل لا حرج في ان اتزوج بها؟ هو حتى تأكيد على انه بيسأل على الموضوع يعني، ام ان هذا سوف يؤثر على اسرتي في المستقبل بحكم ان اختها سوف تصبح خالة ابنائي؟ شوف يعني اولا الاصل انسان البنت اللي انت تتجوزها ايه؟ إذا أنت شايف إنها إنسانة متدينة وإنسانة خلوقة وكذا، وده جوز أختها يعني لا أبوها ولا أمها، حتى لو أبوها ولا أمها ولا تزر وزرة وزرة أخرى، لكن أنت حسبت يعني ما هنا ما يقوليش أنا اللي بقرر له. أيوة. ده يرجع لك أنت. أنا بقول لك كشرع جائز إنك أنت تتزوج إنسانة صالحة. نعم. أبوها بقى كويس، أبوها وحش، أمها جدية، إنما حساباتك الأخرى موازنات بين المصالح والمفاسد، والله أنا عيلتي شكلها كذا، انا اجتماعيا كذا، فده هيبقى عندي مشكله، ده قرارك انت اللي تقرر فيه. ايوه. انما بتسالني كشرع وكدين، لا يوجد نص شرعي يمنع ان تتزوج بامراه صالحه لعله النبوه ولا اختها ولا جديها ولا عائلتها كلها عائله سيئة. حديث اياكم وخضراء الدمن، حديث ضعيف جدا وقل موضوع، حديث تخيروا طفيكم في العرق الدساس ضعيف جدا. ايوه. مفيش كلام ده. في ان اكرمكم عند الله اتقاكم. نعم. في ان لا تزر وازره وزر اخرى. تمام. بس اذا انت بتسال على دين. ايوه. اما قرارك الشخصي يناسبك ما يناسبكش، موارد تبقى واحده صالحه وعيلتها يقيم الليل، لكن ما تناسبكش. ايوه. ملهاش، ما تقوليش بقى حلال ولا حرام، مفيش حلال وحرام. تمام. انت في اطار المباح. هو ممكن يكون بيتكلم ان ده اخ وممكن يساعدها في جوازها فيجيب لها حاجات من الفلوس الحرام دي. ماليش علاقه. ده ملوش علاقه خالص. انا بتكلم دلوقتي انت، هو بيسالني اصل بكره تبقى خال مراتي، خال ولادي، ابوهم. طيب يا عمي كانوا ناس كويسين، ها، وبعدين وانت اتجوزها وفجاه انحرف. ايوه. واحنا مش مغسل ضمن جنه. تمام. قاعد بحسب والله وعيالي والدنيا. ماشي. انت بقى بتتكلم هنا في الخيارات، مش في الاصل الجائز والحلال والحرام. ما اقدرش احرم ولا امنع شيء ليس علي دليل في التحريم. خيارك انت حر فيه. قد تختار واحده سمراء ولا بيضه. ما فيش في الشرع لا سمراء ولا بيضه. انك انت تتجوز حلال ما دام امراه صالحه وخلاص. الجمال عندك بقى مقيسه ايه؟ دي كلها انت بتتكلم في اطار ما يشبع رغبتك. ايوه. بس دي قصه تانية. تمام. جزاكم الله خيرا.